حطي النعناع في البرطمان وكسبي الملايين. ايوه حبيبه قلبي هتكسبي الملايين وهتوفري الملايين، وهنعمل اختراع جميل هيعجب السيدات والرجال. وتعالى اقول لكم على فوائد النعناع في البرطمان. اول حاجه كده حبايب قلبي هنجيبه نعناع كده اخضر، وطبعا دلوقتي النعناع جميل في الاسواق، طبعا يكون نعناع بلدي كده جميل، تغسليه وتخليه زي الفل حبيبتي كده. خلاص غسلناه وخليناه زي الفل، هنحطوه كده في البرطمان كده يا حبايبي، هترصيه كده يعني ربطة واحدة نعناع هتظبط الدنيا وهتخلي الدنيا جميلة كده. خلاص كده هنجيب مية مغلية، لازم تكون مية مغلية حبايب قلبي. حطينا كده مية مغلية في البرطمان، ولازم تغطي النعناع كويس كده، غطيناه وهنقفل البرطمان وهنخليه قولي دقيقتين كده ياخد بس النعناع كده ويدي في المية السخنة. هنجيب كده ليمونة حلوة كده هنقطعها طرنشات كده ومكعبات صغيرة، ويا ريت تطلعي البذر اللي في الليمون كده. خلاص قطعنا كده شرايح صغيرة هنحطوه في البرطمان على النعناع على المية المغلية وهنخلوه دقيقتين برضو. وطبعا البرطمان الإزاز بيحافظ على حرارة المية والتن سخنة. هنجيب كده نص معلقة من الجنزبيل، هنجيب كده معلقة صغيرة من الكركم يا حبايبي، وهنقلبه تقليبة حلوة كده، وطبعا كله لسه سخن. هنجيب الغطا بتاع البرطمان وهنخليه كمان دقيقتين بس، دقيقتين بس يا حبايب قلبي كده. خلاص خليناهم دقيقتين، هنجيب الصفاية بتاعتنا وهنصفي المحتويات الجميلة والمكونات الجميلة دي. تعالى اقول لكم بقى على الفايدة الكبيرة بتاع الليمون على الجنزبيل على الكركم على النعناع على الليمون، ده قوي جدا للمناعة، يمنع البرد يا حبايب قلبي. وطبعا للناس اللي وزنها زيادة، ووزنها بيبقى بالذات في الكرش، ده بيفتت الدهون بطريقة غير عادية وبينزل الوزن بطريقة غير عادية. تشربي مج الصبح او بين الفطار والغدا، وتشربي واحد بالليل كده قبل ما تنامي، هتحسي بنتيجة جميلة جدا في تنزيل الوزن. وطبعا ده حاجة طبيعية ووداعة للدايت ووداعة لشراء الأدوية من الصيدليات والحاجات الغالية. تشربوا وتتهنوا وتنسوش في الشير واللايك والاشتراك، وربنا يديم.